إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص من أمام المحكمة الابتدائية بمدينة فاس في القضية اللي باتت تعرف بقضية عائلة مي نعيمة. مشاهدينا الكرام، اليوم كانت الجلسة أنساتي سادتي وتقدمت الخبرة، صراحة النتيجة كانت صادمة للجميع. وحنا كنتواجدوا الآن أمام المحكمة ومعنا مجموعة من الناس. أجي أختي، أجي، سبب التواجد ديالك اليوم شنو هو؟ حنا جينا هنايا كنعازرو نعيمة البدوية، وبقات فينا مريم وليدها، وكنطلبوا الصلح من عند فاتحة الله يهديها، والعواشر هذا ورمضان هذا الله يسهل عليها. وهاد الوليدات راه خلات فاتحة نعيمة البدوية، كنطلب منها تمشي تعتذر لختها وتسمح وتطلب المسامحه لوليداتها يخرجوا هذا رمضان. وهذا الشيء ما عندي ما نقول، والله يطلق السراح الجميع. انتم كمواطنين واش كتشجعوا هاد الافعال ولا لا؟ لا، ما كنشجعوش حنا هاد الافعال، ما كنشجعوهاش. حنا مواطنين كنبغيو المحننة بعضياتنا، وحنا مسلمين وما نبغيوش خوتنا يتكرفصوا، وهذا الشيء ما يبغيه لا الله ولا العبد. شكرا كمال. اجي واحد دقيقه. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما شفتوا، كاين مجموعه، شكون بغى يتكلم؟ شكون نتوما؟ بلاش انا ناخذكم، ولكن ناخذ خويا كمال. كمال مشاهدينا الكرام، الخال ديال مريم، حتى هو كيتواجد في المحكمه. كيفاش كان شعورك اليوم وانت في الجلسه من شتيهم على الشاشه عن بعد؟ والله السلام عليكم المتابعين ديال الاخ مراد، شكرا لكم بزاف، تحيه لك خويا مراد. الشعور اللي شفتهم والله القصر من القلب اللي... انا الله يزرب عليك علاش علاش يا ربي ما داين والو، يعني هذه اخوت انا الخوات لهالدرجه هذه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني شي حاجه ما عندنا املاك، ما عندنا اعلام على الخاوي. الشيطان الله نعله، الله الشيطان سبب الله الشيطان. يا ريت اللي استغنى على كلمه اخي مراد راه استغنى على روح. ديو هذا الكلام هذا عبره، وهذا اخوكم كما حد هنا، لا لا يخطكم علينا، وشكرا لكم بزاف واللي كيتعذبوا معنا، والعواشر هذه لا اله الا محمد رسول الله. كنعشر دابا اجلوا الجلسه. شنو كان الشعور؟ شنو كتعتقدوا اليوم غيكون؟ كنا كان عندنا واحد امان، زعما واحد الامل بان يخرجوا هذا النهار هذاك الوليد راضي لا اله الا محمد رسول الله. راه شو ماشي غير حنا وجدنا هذا، غير بقى في المغاربه كاملين، يعني وليد شنو ذنبه؟ هذا الشيء الشيخ مراد ما كنبغي نعيا نفكر ونبقى نحلل مع دماغي. سالين هذا الشيء الله اعلم منين جاي هذا الشيء. لا اله الا محمد رسول الله. الله يهدي، الله يهدي النفوس، الله يهدي النفوس. هذا الشيء اللي غنقولوا، تحيه لكم كبيره من القلب. اذا شكرا خويا كمال. اذا معنا ايضا خويا هشام والاخ ديال زهير. زهير كيف ما كتعرفوا هو نسيب نعيمه البدويه والزوج ديال لمياء، وتا هو راه معتقل في هذه القضيه، وخو راه معنا اليوم في المحكمه. شنو كان شعورك اليوم من شتي زهير عن بعد؟ شعور ديال واحد توحش خوه، واحد عاش مع خوه، دخلت له خالته ودخلت له مرات بواه، اللي قصينا معاه العذاب. حنا براش خلتنا امنا صغار دمرونا، الله يجعل ربي دمرهم في حياتهم. تمنينا اليوم خوتي يخرجوا من السجن، علاش حنا لا علاقه لينا في هذا العالم الاحمر، ودخلنا في هذا العالم الاحمر ضرب في الاعراض من طرف اقرب الناس. حنا ما كنصوروا حتى درهم معاهم، ما كنصوروا حتى ريال معاهم، حتى واحد ما كيجيب لنا الكفه وقلنا هاكو، حتى واحد ما كيجيب يعطينا شي حاجه، ما كيدخلوا لنا حتى لبابنا وما كيدقوا لنا حتى على بابنا. ولينا في هذا العالم الاحمر مشهورين، ولينا عائله ديال الشوها. لا نقول اخي، انا دابا قدام متابعين نقول حنا عائله ديال الشوها. الا قلتوها جات معكم اخوتي، وحنا حنا كنتقبلوها. هذا اسمحوا لي، هذا ماشي شوها، هذا سبابه سبب العالم الاحمر والاتصنص فقط، هذا الشيء اللي كاين. يعني الشوها راه المغاربه، تحيه للمغاربه كاملين فيما كانوا. شوف اي واحد، اسمح لي اسمح لي، مي توقف خالتك دير فيديو وتقول لك وتضرب في الاعراض ديال بنات خوتها وفي ولاد خوتها، وتقول لك بانهم مشاو بلا شرف،
ومشاو بلا قصه. انتم امهات فسروها كي بغيتوا تقال لها الكلمه على بناتكم. فسروها اخوتي. لا لا خذي راحتك. انتم فسروها. هذه ماشي شوها. على قبل ياش دايري هادشي؟ على قبل الفلوس. العلم الاحمر دار على قبل الفلوس. ضربي فينا قدام 100 واحد، ضربي فينا اجي وضربي فيا، اجي ضربيني انا في داري. تكرفسي عليا. ولكن ما يستقليش العالم يستقلي الخبر انا. يعني نتفاهموا بيناتنا وندبزوا بيناتنا بدون كاميرا بدون يوتيوب بدون يعني هذا اليوتيوب شنو كيزيد؟ يعني بحال الشيطان ابليس معاك كيزيد يزعمك انا ما ننتزلش انت ما تنتزلش انا ما ننتزلش هذا هو كاين كبر في الامور هذا الشيء في المول. اما احنا عائلتنا اش نقول لك دابا عن عيان نشكر في العائله ديالنا ما غيتقبلهاش بنادم يعني حيت وصلنا لهالدرجه هذه السبب هو اليوتيوب اليوتيوب لا اله الا الله. شنو الرساله اللي تبغي توجهها لخالتك دابا اليوم خصوصا مشاهدينا الكرام؟ للاسف في معطيات خطيره. ما عنديش خالتي وما عنديش خت امي، عندي امي دفنتها سالات الهضره. انا كنقول الكلام اللي عندي واللي كنحس به. خويا في الحبس وبنات خالتي في الحبس، هذا هو اللي كنحس بها انايا. اللي دخل لي زهير للحبس ما كنعرفوش انايا من العائله، واللي كيهضر لي زهير ما كنعرفوش من العائله. زهير شنو دار مسكين؟ زهير ما كاينش حتى قدام خوته العايل. زهير راجل طيب. زهير ما دار حتى شي حاجه باش تضرب له الاعراض ديالو. انا بعدا شفتو زهير ما عليش عينو حتى فيك. وتضربوا تضربنا حنا في الاعراض ديالنا خارج هذا العالم الاحمر حنايا. ولا مريم ولا منير شنو كنصوروا معاهم؟ ما كنصوروا معاهم حتى شي حاجه. الشيطان على الله. رسالتك الاخيره كمال، رسالتك الاخيره. رساله الله يهدي النفوس، الله يهدي النفوس، الله يهدي النفوس لينا حنا. حنا قلنا لكم كما حنا عبره للمغاربه كاملين اللي استغنى على كلمه راه استغنى على روح. والله ينعس الشيطان بنادم. شوف كون مهدن راه مزيان، يعني النتيجه ملي كنكون ملي كيكون بنادم والله يهدي العائله كامله. امين امين. العائله كامله في نفس الوقت كلشي مكرفص وكلشي معدل، كلشي مكرفص وكلشي معدل في نفس الوقت، حتى واحد ما مرتاح. ولكن اللي في السجن حنا مقطعين قدنا كتقطع عليهم لا اله الا الله. وتحيه للقضاء، القضاء انا نازي وثايقين فيه. سمح لنا امي ما قلبنا راه كيتقطع عليه. تحيه للقضاء القضاء ديالنا اللي داروا حنا طرب رجليه وحنا متقبلين اي حاجه. تحيه للقضاء ديالنا عارفين ونازي. وتحيه للقضاء كاملين فيما كانوا. تحيه للقضاء. اجي بغيتي تقولي شي كلمه شي كمحايده ولا كمتتبع على دميرك تفضلي لهنايا. اجي تفضلي هنا. لا صافي خليه ما تفرش. السلام عليكم. انا من البدايه وانا متبعه هذه القصه ديال الخوت والله الا لا ضرني حالي بالله. وخوت ماشي جاوا برانيين ولدي ولا بغينا لهم اللي يدخل بخيط ابيض والله. كل جلسه كنقول غيكونوا تصالحوا كل جا راه ربي اللي عالم. هذه الشهور المباركه مسعاد الله يعطيك الرضا. انت كدير الخير ولدي لما تشوف اللي يدخل بيناتهم الله يسهل امرك. نتمنى الله يحن عليك انت وجه الخير الله يسهل عليك وواقف انت الله يوقف علامك ويخليك وليداتك ووالديك ومولا دارك. انتم كطالبوا بالصلح. كنطالبوا بالصلح. هادو عائله الحبيب، هادو ما يتمردوش والاخرين ما يتمردوش. الله يشافيها الا مريضه الله يشافيها. وتا الاخرين بحال اللي راهم ساكن راهم مشجون بحال مضروبين. الله يجعل ربي يجيب اللي يصفي هاد الامور هادي. انت راه عندي عزيز. الله يخطيك الله يحفظك. اذا المشاهدين الكرام اجي تفضل. انت محايد. انا امي نعيمه امي ومريم اختي. اجي تفرج متتبع ديالها من 2018. انا نشد لك خذ راحتك واخا. السلام عليكم المشاهدين الكرام ديال سي مراد ديال امي نعيمه. امي نعيمه راه اخت انا واخت المغرب كامل. راه بقات فينا وبقات فينا مريم على حساب الرضيع وزهير ومنعم. ونتمناو من هذه الاسره، احنا مغاربه وحنا اسلام، نتمناو من هذه الاسره يتفاهموا بيناتهم ويكون الصلح. ونتمنى وراه هذا شعب بيدخل رمضان، راه المسلمين راه النصارى يسلموا في هذا الشهر هذايا. نتمناو سيدي ربي باش يشوفوا الاسلام ويشوفوا القران ويتصالحوا. راه الناس يوقع الدباز ويوقع القتيله ويوقع الانتحار ويتصالحوا الناس، حقاش اللي مات مات واللي باقي يتصلح. هالنهار ولا غدا يقبض الله بحبل، واش اللي نقول السي مراد. ونتمناو جلسه اخرى ان شاء الله يكون الخروج ديال اختنا مريم وبنتنا. وداك الرضيع ان شاء الله بحول الله. مشاهدينا الكرام كيف ما كتقول شي كلمه؟
زيد تفضل اجي قربيها. السلام خويا. قربي شويه انا باش تبان معاك. اجي قربيها. السلام عليكم خويا مراد الوانكم، تحياتي لك، تحياتي للجمهور ديالك الكريم، تحياتي للجمهور ديال أمي نعيمة. اليوم اجي انا البدويه الفاسيه، جيت اليوم كنأزر أمي نعيمة على وليداتها، الله يجعل ربي يطلق سراحهم، بقاو فينا وانا متتبعه ديالها من البدايه، فاش الصراحه فاش مشات لهذا الميدان ديال يوسف، وانا متتبعه ديالها وعزيزه عليا، واليوم جيت نأزرها. وتحياتي للجمهور الكريم كامل، والله يجعل سيدي ربي يحمل القلوب، وهذا ما كان اخويا. شكرا شكرا. اذا المشاهدين الكرام تم تاجيل، هضرتي في الاول ولا مازال؟ ما هضرتش انا. شنو رايك في هذا الموضوع؟ بعدا نشد لك. السلام عليكم. السلام عليكم مشاهدين ديال ولدي مراد، تحيه لهم والتحيه للمشاهدين ديال أمي نعيمة، وكنتمناهم يكون الخير يا ربي. وانا راني متبعه ديال لاله نعيمه البدويه، أمي نعيمه البدويه، مرا طيبه، مرا طيبه، مرا طيبه، واللي جا لدارها كترحب به، اللي جا لدارها كتكبر به. وحنا جينا متضامنين اليوم مع بنتي مريم ومع منعيم ومع سميتو معاهم الجميع ومع زهير. زهير ولد طيب، الله يعمرها دار، لا هو لا منعيم لا كاملين ولاد أمي نعيمه، الله يجعل ربي يطلق سراحهم. حنا متضامنين مع أمي نعيمه، متضامنين معاها، الله يجعل ربي يفرج عليهم على سراحهم الجميع يا ربي. وكنشكر أمي نعيمه، والله يعطيها القوه، والله يعطيها الصحه ديالها باش تكون مع وليداتها ومع عائلاتها. وكنطلب ربي يفرج عليهم في هذا النهار المبارك المسعود. وشكرا لك ولدي مراد، وشكرا لك بزاف، وكنحييك أمي نعيمة، الله يعطيك القوة باش تكوني مع وليداتك ويطلق سراح بنتي مريم وموني ومنعيم وزهير. وهادشي اللي غادي نقول لكم. الله يصلح الجميع. خويا مراد الكلمة قلتي. زيد. المهم كنعطي واحد التحية لخويا العروس، السي العروسي الثقافة اللي هو حتى كيأزر أمي نعيمة، دائما كيدوي عليها. تحياتي لك اخويا، تحياتي نادين الزوجه ديالك، تحيه لجميع الناس اللي كيأزروا نعيمة البدويه، وايضا الناس اللي كيأزروا ايضا الطرف الثاني. موضوع النقاش مشاهدينا الكرام، تم تاجيل هذه الجلسه الى يوم 12 شهر 2 مشاهدينا الكرام، من اجل الاطلاع او من اجل الاطلاع على الخبره، لان الخبره للاسف خرجت فيها العاهه المستديمه. هادو هما الاخبار اللي توصلنا بهم مشاهدينا الكرام، لكن مازال غنتاكدوا من هذا الخبر وغنوافيكم بالجديد، وغادي نديروا حلقه خاصه بالخبره انساتي سادتي. اذا تاجلات الجلسه يوم 12/2 اكيد ان غيكون مفاجات، او الحلقه الاخيره ديال هذا المسلسل في المرحله الابتدائيه ديالو غتكون الاسبوع المقبل. الى ذاك الحين مشاهدينا الكرام اكيد غيكون عندنا لقاءات، ويكون عندنا يعني تحقيق، ويكون عندنا مجموعه من الحوارات من اجل الوقوف عند مجموعه من المعطيات اللي غادي تقدر تبين لنا هذا الملف هذا في الحقيقه ديالو. ودائما الرحمه هي روح القانون، والنطق بالحكم هو عنوان الحقيقه. انساتي سادتي، دمتم في رعايه الله، نلتقي قريبا. الى ذاك الحين، الى اللقاء ان شاء الله.